شو اسمه؟ دكتور احمد المراد ملاك على وجهه. شتيني فيه امبلسيف كوراجوز ما نحرش حاجه اسمها خوف. نور انا راني نحبك. شيء ما تقبلش العقل انت مهدي شنو اللي قاعدين تعملوا فيه؟ سلمي باد لافونجونس. تحب ترجعنا بالطويل؟ ما فديتش؟ ما تعبتش؟ ما قلقتش؟ ولا الراجل شنو عملت لي بشوية هكا؟ شنو الكلام تاع عبد مريض هذا؟ واخر! انت تعرف مليح انا عديت حياتي كل ندافع عن القانون. اما انت ماكش راجل. نفترض ان هذا هو الراجل اللي في مخك. كيفاش تحب تنعشش فيه الموت تخرج منه الحياة قلبي؟ نور! On ne peut jamais entièrement posséder l'âme féminine.